اليوم معنا خبير تقنية المعلومات أيمن عيتاني. كيفك اليوم؟ كيفك يا هلا؟ تمام الحمد لله. اليوم مع كل التغييرات اللي عم بتصير تحديدا بعالم الإيكوميرس والتجارة الإلكترونية حابين نحكي معك عن هذا الموضوع تحديدا، أنه أنت متخصص يعني بكل ما يتعلق بهذه الأمور. شو رأيك بكل الأمور اللي عم بتصير وكيف أنه كل عم نشوف يعني المتاجر حتى اللي على أرض الواقع عم تتحول لتجارة إلكترونية الآن؟ هلا يعني عم نبلش نشوفه لأنه كوفيد عم يبلش، إجراءات كوفيد عم تبلش تتغير ويفتح السوق شوي أكتر، فعم نشوف نحن أصحاب المتاجر عم بيحضروا حالهم ليرجعوا للعادات اللي كانت من قبل شهر 3 من سنة 2020 بالسعودية وبالإمارات وغيرها من البلدان العربية، ليكونوا حاضرين ليرجعوا ليستقبلوا الناس. بس واضح أنه التعليم والخبرة المجبرة اللي كانت عليهم بالتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية موجودة بعد عندهم، لأنه يعني إذا فتحوا الأسواق فتحوا متاجرهم اليوم مش يعني الناس حتكون كلهم موجودين وكله حيركض على المحل وهيك يعني، فعم يعملوا خليط يعني هلأ هني بمرحلة تحضير لخليط إلكتروني وخليط بالمتجر ليقدروا يكسبوا مردود ويخدموا العميل من الجهتين حسب ما العميل بيرتاح العميل يكون بالمحل التجاري، هني موجودين هناك مع الإجراءات اللي بتساعد، وإذا هني موجودين على طريق إلكتروني موجودة. وليش عملك أنا مرحلة تجريبية؟ يعني مثلاً بتشوفي محلات حاطين هني بأول مشكلة كوفيد حاطين إنه إذا بتشتروا عن طريق الإنترنت بيطلع لكم 20%. صحيح. هو فأنا بسألهم طب أنا هلا بالمتجر عندكم بيطلع 20%؟ بتلاقي بيضيعوا بيسألوا بعضهم وهيك إنه لأنه بعد المرحلة إنه هيدي الانتقالية إنه يعني أنا في أنا واقف في المحل عندك طلع أونلاين واشتري بياخذ 20%. تماماً. فهيدا هون هيدي المرحلة يلي بدهم يتعودوا شوي أكتر ليكون في هالهجين المخلوط من اثنين. صحيح. عم نشوف حتى يعني متاجر كتير كبيرة مثلا مجموعة شلهوب قرروا انه يسكروا تقريبا 10% من المتاجر تبعهم ويركزوا على مثلا موضوع الاونلاين، هذا الشيء ما شفناه قبل، ولكن يمكن كوفيد 19 وفترة يعني الحجر المنزلي وتحديدا انه المولات لفترة طويلة ضلت مسكرة يعني اجبرتنا انه بسرعة نتكيف مع هاي الظروف. يعني شفت انا على الانترنت اني بتعرفي بيكون في فتره كوفيد بيكون في قصص دعايات وقصص فكاهيه ونكت عم تكون موجوده، واحده منهم هي عن طريق عن شوفي التحويل يعني كديجيتال ترانسفورميشن للمؤسسات، انه شو كان يلي عم يسمح لهيدي المؤسسات انه تتغير جذريا بالديجيتال والتكنولوجي. حاطين اوبشن 1 هو السي اي او يلي هو تشيف انفورميشن اوفيسر يلي خصه بالتكنولوجي، السي او يلي هو بيدير المؤسسه، او كوفيد 19. هو كوفيد 19 جبر كل هو يعني كل هيدي المؤسسات انه تتحول رقميا وتغير طريقه توظيفها وتغير طريقه الناس شو عم يشتغل هون والتقنيات اللي عم يستعملوها وطريقه خدمه العملاء، هيدي كلها تغيرت لانه كوفيد جبرنا كلنا سوا لحتى نغير طريقتنا كيف نشتري كيف نستعمل وكل شيء. هلا بس انا اللي عم شوفه انه كمان عم بيكون كتير سهل موضوع التجاره الالكترونيه كل ما عم تتطور الامور، ويعني قطاع عم بينمو بشكل كتير كبير. عم نشوف انه مثلا على شوبيفاي ممكن أي حدا يعمل الأكاونت تبعه ويبلش يبيع عليه، مثل ما بنعرف أيضا مثلا ممكن فيسبوك وإنستغرام شوبس بالمستقبل. هل هو فعلا تجارة إلكترونية لأي حدا؟ شو رأيك بالموضوع؟ عادة المؤسسات الكبيرة المؤسسات التجارية حتى صغيرة أو كبيرة لا تقدر تعمل هالتغيير على التجارة الإلكترونية في شقين كبار، بدك الليدرز يعني الرواد يلي هن بهيدي المؤسسة عن حاطين هن بالهم هن بدهم يعملوا هالتغيير، وبدك كمان يلي بيشتري منه العملاء اللي بيشتروا هالخدمة يكونوا مرتاحين يشتروا عن طريق الانترنت. العملاء مثل ما شفنا احنا هلا الكل عم يشتري من كلينكس لأكل لبرفان لمسكات لكل شيء، كله عم يشتري. فهيدي الموضوع انه مثل قبل يتخبوا يعني اصحاب العالم يتخبوا انه ولا الناس بتخاف من الانترنت، الكريدت كارد حتنسرق، العالم بتخاف مجبريننا بالكاش اون دليفري. يعني هيدي الحجج الموجوده كانت قبل كثير خفت، كثير 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 خفت. من جهتين كمان اصحاب العمل اللي انا يعني عم بحكي معهم دائما وشيرهم دائما ما كانوا سريعين معي على واتساب، أيمن عم نعمل هيك، طب شو رأيك تعمل هيك، طب إذا غيرنا هيك. هيدي عادة كانت تاخد أشهر يطلبوا presentations واجتماعات
ويدرسوا ويشوفوا وهيك. هلا صار انه بالاسبوع قرارات سريعه عم بتكون حتى عن طريق الواتساب وزوم كول عم تنحل، لانه هن اصحاب العمل عم يشوفوا هن انه النتيجه في 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 نتيجه تانية هون فيها يعني. وكمان يعني مثلا اذا بنحكي نحن عن 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 حتى سماش يعني انا يعني عم شوف انا كنت انترفيو كنت عاملينها مع سي او تبع فاين من 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 كم يوم، قال شغلي لقيتها واضحه كثير. قال تعلمها هو يعني هو يعني هو قال هو اكثر من 60 سنه وخبير بشغله. قال هو لما كان من 30 سنه تعلم من مديره قال له بدك تكون انت كمسؤول بدك تكون ديمقراطي ايام بدك تكون كمان بايام ثانيه مش ديمقراطي بدك تكون واضح واستبدادي فيها وفي. فهون هو قال وصل لمرحله قال له خلص نحن حنمشي من هون لهلا هلا اسابيع رح نحلها، يا انتم بتصطفوا معنا بتمشوا بهالطريق يا لا. صحيح هيدي يعني كل هالسرعه انعملت بفتره كوفيد لتنعمل بهذه الطريقه يعني. تماما فعلا. طيب وشو رايك هلا تحديدا بالفتره الاخيره سمعنا انه سوق ايضا بالسعوديه صار amazon.sa وكثير الناس انبسطت بهذا الموضوع لسبب انه حتى يعني من المنتجات اللي موجوده بامازون العالميه رح توصل بفتره جدا قليله للسعوديه. هلا هو يعني استحواذ امازون على مؤسسه سوق تدريجي ونعمل بكذا بلد، ولأنه التقنية وراها لتقلب على سوق من سوق على أمازون في تقنية كاملة يلي هن أمازون عندهم amazon.co.uk يلي هو يعني من amazon.com عندهم على باليوكي عندهم هلا هالموضوع وamazon.ae وهلا amazon.sa. ففي هالتقنية بدأ وقت ليقدروا ينقلوا عليها، لأن ينقلوا عليها هني تقنيا لأنه هي بتعمل مانجمنت لكل شيء، بتعمل إدارة لكل شيء خاصه بالإنفنتوري وكل شيء موجود بقلب وكمان بتلاقي في كمان أصحاب متاجر. ما هو أمازون في عنده منتجاته اللي هني بيبيعوها مباشرة، في أصحاب المتاجر الموجودين عليها، فهول بدهم وقت كمان لينقلوا. فبفترة كوفيد صار في سرعة للكل. وأكيد كمان في خبرة أمازون والسوق بسوق الإمارات. سوق الإمارات صار له من كذا شهر موجود حتى من قبل كوفيد، هيدي موجودة كانت فيها. وفي استفادة للكل بنستعمل إنه عم نقدر نشتري من منتجاتنا الموجودة بالبلد أو يلي موجودة من خارج البلاد. وهن ذكية كتير شو بيعملوها، إنه عندك منتج يعطيك سعره خالص بالدرهم أو بالريال. تماماً صح. بعدين أنت بس فوتي بالتفاصيل اللي بينه هذا جاي منتج من الخارج من شان هيك الدليفري عم يكون موجود. فيعني إذا لدقي إذا أنا مرتاح أدفع 100 ريال عليها أو 100 درهم خلاص بشتريها. بعدين بشوف انه ليش بدها تاخذ 10 ايام انه جاي هيدي من الخارج. صحيح. فهيدي ذكيه، هيدي كثير ذكيه لانه بيفتح السوق المحلي ولبرا كمان، والمستفيد بالاخر هو يعني للعميل. اتس وين وين سيناريو امازون اكيد. فهون هيدا حتكون الاستفاده بتكون موجوده يعني طبعا. طيب شو برايك اكثر المشاكل مثلا اللي ممكن تواجه الناس اللي عم بيعرضوا البرودكتس تبعهم على منصات مثل امازون وغيرها طبعا من التجاره الالكترونيه؟ ثانك يو على السؤال، لانه هذا دائما السؤال دائما بينطرح علي من اصحاب المتاجر. دائما بيقولوا بيسالوني طب ايمن برايك احنا لازم نفتح على امازون ونون وغيرها او لازم مباشره عن طريقنا عن طريق مباشره يعني مباشره عن طريق الموقع عندنا احنا، واذا حطيناها على امازون شو يعني اذا حطيناها على بس امازون ونون بيطلبوا منا كوميشن بيطلبوا. انا دائما بوضح لهم انه يعني هالمتاجر مثل امازون ونون وغيرها عندهم هم يعني عندهم خدمات عم تدفع حقها، يعني نحن هيدي اللي بس ياخذوا هن الكوميشن عم تدفع حقها، مش بس عم تحط المنتج هنيك، هن عندهم ناس عم تفتش دائما على يعني عم دائما تفتش على هيك هيك على هيك منتجات عندكم اياها، فالتسويق بطريقه معينه موجود عن طريق امازون، ما دفعتوا انتم دعايات على الانترنت بفيسبوك وانستغرام وغيرها لتجي الناس. فبيكون اثنين اذا بدكم تستفيدوا كمان الخدمات اللي عندهم اياها يلي هن امازون ونون وغيرها عندهم. انا في المنتج في مدري يكون ضل عندي انا بستور عندي انا في حطه عند امازون ونون وهن بيقدروا يوصلوها بنفس اليوم او بثاني يوم.
فهيدي كمان خدمات موجودة بيندفع حقها شوي، بس يلي بس أنا على صعيد شخصي يعني أنا بشوف إذا هو منه موجود عند أمازون، موجود يعني التاجر حطوته عند أمازون، بفكر مرتين لأنه أنا بدي إياها بعرف إنه هي صارت خلص صح. طلعت من عنده صح. طلعت من نخزة من عنده صارت عند أمازون، بعرف مقسمتين نهار عندي لأنه عندي كان خبرات قبل لما أشتري من عندهم يتأخروا بدي أقول له أعرف مين بدي لايحه وهيك يعني. فهيدا كله بتساعد على الناس اللي عم تشتري من عندهم، وأنا شوي بدي من لهم يعملوا كل شيء أمازون نون مباشرة عن طريق فيسبوك شوبس إنستغرام وفيسبوك وواتساب. يلا الويب سايت عندكم هيك، بيقول لك أنا كيف في أعمل كل شيء. فكر أنا برجع بوضح لهم إنه ما كيف أنت عندك متجر واحد بعدين فتحت متجر يعني على بلا الإنترنت، فتحت أول متجر بهالمنطقة بعدين لدخلت منطقة تاني فتحت متجر تاني مع كل تحضيرك له. هون عم تعمل نفس طريقة التفكير ونفس طريقة التحضير لقدام، بس الكل في أكيد أقل يعني من البيت أكيد كأبو من البيت فوق من البيت وفي أقل يعني ما أنك مجبور تاخدي محل تدفعي يعني بدك تعني كوميتمنت يعني ثلاث سنين خمس سنين أجار وديكور والموظفين كل النهار موجودين يعني هون يعني في تكلفة بس مش قد ما زي ناخد محل كامل ويكون في انفنتوري موجود بيكون في كل شيء الابداع موجود بهالمكان. صحيح، وحتى العملاء صار عندهم وعي مثل ما قلت انت بهذا الموضوع فصايرين بدقوا غير موضوع الريفيوز يعني هذا انتقلنا منه موضوع انه بيقروا الريفيوز وهي الشغلات، ولكن اذا ما انه الشخص موجود على امازون وغيره يعني او امازون فيريفايد او شيء هيك يعني بيشوف الواحد سأل اكثر من مره وقال انه لا بلا ممكن ما اشتري منه. ما هون بتصير الخبره اللي بتجي تبع خبره العميل وخبرة أصحاب المتاجر اللي عم يصاروا يعرفوا شو يعملوا، لأنه بالآخر كلها تجارة حتوصل يعني. كمان هني كان أصحاب العمل في عندك متاجر، عندك نوعين، عندك نوع الأشخاص اللي عندهم منتجات من كذا منتج وعم بيأمنوا لك إياه، وعندك ناس اللي عندهم منتج الخاص اللي باسمهم. صحيح، الناس عندهم منتج الخاص اللي باسمهم لازم يلاقوا طرق ليوصلوا مباشرة للعميل من يعني أفضل من عندهم عن طريقتهم هني، عن طريق الويب سايت الخاص تبعهم والإنستغرام الخاص وكل شيء. بس كمان مش غلط يعملوا أمازون ويعملوا نون ويعملوا غيره ليقدروا أول شيء يوصلوا للكل ويقووا حالهم، لأنه هني بالآخر خدمة أمازون خدمة جاي أمازون ونون وغيره جاي من خبرات صار لها سنين وشغالي بالسوق، المنتج عندهم بالمخزن يعني في عندهم بروسس متكامل ليوصل لعندك. أصحاب المتجر اللي اليوم فتح بكوفيد يعني عنده شهر شهرين ثلاثة شهور خبرة، بده يعني وقت ليبينوا كل هالمشاكل ومين عنده من المؤسسة بيقدر يهتم فيها وكل شيء. فلما تتبلور هيدي معه بدا ست شهور بدا سنة بدا سنتين لتتبلور وينعطى ينعطى حقه كوقت كمصاري فلوس كأشخاص، بعدين ببلش يخفف أمازون يخفف نوني يخفف يعني ليرجع يجيب الناس لعنده. بس يقول أنا ما بدي بيع ولا محل، بدي مسج لعندي وأنا ايميل او مسج على واتساب بده ياخذني 4 ايام ارد عليه تماما، واذا حدا قلت له الخميس رح اوصل لك اياه وصار الاثنين ما وصل بعد بتلفن لي ما برد عليه، انه لنوصل لهي المرحله بدها مشاكل. هي المشاكل بتخلق الحلول والخبره. اكيد، بس حكيت كلمه كتير حلوه يمكن انه لازم فعلا بروزها، اللي هي انه تعاملوا مع الموضوع وكانه فرع تاني او برانش تاني، وشوي شوي خطوه خطوه لما انتم تتجهزوا له اشتغلوا بهذا المساق او المجال يعني. لانه هذا بيجي من تحضير، لان هني لما بيفتح متجر بيعرف انه انا بدي فتش على مين المسؤول، مين بده يعمل، مين بده يفتش على جار، يعني هيدي الطريقه بيعرفوها. انا عم بطلب منه نفس طريقه التفكير والبلانينج لقدام، خلينا نحولها على الانترنت، مين مسؤول عن الويب سايت عنا، شو نحط اي منتجات، مين بده يتابع التسويق لهال الفرع الجديد، شو بدنا نقيس، قد ايه بدنا نحط دعايه، قد ايش عنا بادجت، يعني بنفس طريقه التفكير انا عم بطلب يحولوها على الانترنت لانه هيك بينجحوا، لان هن طريقه تحضيرهم صحيحه. صحيح، وعم يركزوا على اساس بس تعمل شو بفاي اما لا بس تعمل يعني هذا هو التقنيات بنوصل لك يعني نوصلها يعني مش مشكلتك مش شوبيفاي او فيسبوك او نون او امازون، مش هيك المشكله. وفعلا هي بتعمل عرقل كتير يعني عن جد بتبطئ مسيرته لرائد الاعمال او صاحب المتجر وغيره بانه يوصل لهدفه ويوصل لاكبر عدد حتى من الناس. صح وبيقول لك انا تبقى يعني انا بقول المزبوط هو كل شيء، انا ما بقدر اعمل كل شيء بالبعرف، بس عم اقول لك انا انه لانه كل شيء ما عم تختار وحده او الثانيه. اول شيء حضر من عندك انت مين مسؤول، شو عندك بادجت، شو المنتجات وكل شيء، خلينا نبلش محل واحد. شو مرتاح اكثر شيء يعني، شو القدره الداخليه اللي عندك اياها، انستغرام استعمل انستغرام، الويب سايت عندك فريق بيهتم بالويب سايت، ما عندك قدره تتكل على امازون ونون باول مرحله يعني في عنده دعايات داخليه يعني في بحر طبعا طريقه
شغل مع يعني لانه شو بيعملوا لك امازون ونون بياخذوا مني كوميشن تبع على راسي بس تطلع على في انت في تستفيد عندهم قصص في تستفيد منها في دعايات عندهم في تستفيد منها فيك حتى تخف من كلفة الانفنتوري عندك فيك توصل يعني فيك تتعلم حتى تتعلم كثير من طريقه شغل معهم وبعدين شوف شو فيك تعمل انت عندك يعني حسب القدره الداخليه بس بده يوصل لمرحله اصحاب المتاجر حتى لو منتجاتهم الخاصه او غير منتجات ليقدروا يوصلوا عن 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 بكل محلات مثل ما بيفتحوا فروع لانه انا انت بعيد عن بيتي ما مشتري من عندك عم مشتري من غيرك لانه بعيد عن بيتي يعني نفس الفكره صحيح. الوقت داهمنا ايمن شكرا كثير لك وان شاء الله الاسبوع الجاي بتكون معنا بموضوع تاني وبتكون معنا على سماشي تي في. انا حاضر. Thank you so much.